الذكر والأنثى. أعزائي، في النص القرآني بشكل واضح أن الولاية لله ليس إلا، فالله هو الولي. ده نقطة أول السطر مولا، وهذه مجعولة أو ليست مجعولة؟ لا ليست مجعولة لنا بالذات هذه، يعني ليس أحد جعل الولاية لله، الله لأنه الله له ماذا؟ له الولاية. فالله هو الولي، وقرأنا في محله هو، ودخول الألف واللام التعريف على الخبر يدل على ماذا؟ يدل على الحصر مولا. وليس هنا أعزائي، مرارا ذكرنا هذا الأصل الكلي، أن القرآن كل الكمالات حصرا يثبتها أولا لمن؟ لله. فالله هو، الله هو الغني، هو الغني وأنتم الفقراء. لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا حي غيره، هو القيوم لا قيوم، وهكذا وهكذا. هنا أيضا كذلك، فالله هو الولي. هذه هسه نعم يبقى هذا البحث، لماذا الله ولي؟ ذاك بحث آخر، لأنه خالقون، لأنه موجدون، لأنه رازقون، لأنه معطٍ. هذا بحث كلامي الآن، مو محل بحث. وضع أعزائي، يعني لماذا له حق التصرف وحق الولاية وحق الأولوية؟ ما معنى حق الأولوية أو حق الولاية؟ يعني إذا أردت شيئا وأراد شيئا فالمقدم ماذا؟ إرادته. هذه الولاية. الآن بعد الله، القرآن الكريم ماذا قال؟ قال جعلتها لمن؟ ها؟ للرسول صلى الله عليه وآله. إنما وليكم الله ورسوله. فالولاية هنا طولية مجعولة من قبل من؟ من قبل من له الولاية الذاتية، لا الولاية كله في العالم الاعتبار، لا في عالم التكوين والوجود. احفظوا هذا التسلسل حتى لا يصير خلط فيه مولا. بعد النبي صلى الله عليه وآله، ها هسه هنا أعزائي، الولاية للأئمة من بعده، هل هي جعل من الله أم هي جعل ممن؟ من رسول الله. هذا كثير يختلف، كثير يختلف. أن الولاية الموجودة لأئمة أهل البيت هي على حد الولاية الموجودة لرسول الله، أم هي ولاية جعلها رسول الله لمن أراد من بعده؟ فرق كبير أعزائي. هذا كتاب البيع لسيد الإمام، التفتوا لي جيدا، هذا كتاب البيع لسيد الإمام، في صفحة من هاي الطبعة اللي عندي اللي هي الموسوعة، موسوعة السيد الإمام جزء 16 أو المجلد الثاني من البيع، صفحة 703. التفتوا إلى العبارة جيدا، يقول وهو أن الله تعالى ولي أصالة وحقا. خلص نقطة أول السطر، ولا توجد ولاية أخرى تشابه ماذا؟ ليس كمثل ولايته ماذا؟ ولاية. والرسول ولي من قبله، فهي مجعولة ممن؟ سؤال الأئمة شنو؟ وبعد رسول الله يكون الإمام وليا من قبل الله أو من قبل رسوله؟ يرددها هسه الآن، مبناه ما هو له بحث آخر. إذن هذا الاحتمال وارد، وهو أن ولاية الأئمة مو ولاية من الله، وإنما ولاية ممن؟ من رسول.
هذا اللي بالأمس قلت بأنه هذه من الخطوط شنو؟ لأنه الآن الراكز في ذهن الشيعة الإمامية ماذا؟ من الله، على حد الولاية التي يعني الله أعطى ولاية لمن؟ لرسوله، وأعطى ولاية لمن؟ للأئمة سلام الله عليه. عد هنا يأتي هذا السؤال أيضا، قلت هاي من المسائل اللي فقط فكروا فيها واي إذا إلى أن يأتي وقتها المناسب أن أبينه. هذه الولاية التي أعطاها الرسول للأئمة من الأحكام الثابتة ولا أحكام الولائية المتغيرة؟ أيهم؟ طبعا لمن يريد يقول ثابتة لابد أن يقيم دليل، لمن يريد يقول متغيرة لابد أن يقيم شنو؟ دليل. كلا هذه مما فوض إلى من؟ إلى رسوله، أدبني ربي فأحسن تأديبي ففوض إلي. فشنو؟ هو أعمل ولايته، هو أعمل ولايته ففوض. كما تذكرون بالأمس أن الشيخ الأنصاري قال بأن الحجة أعمل ولايته فنصب ماذا؟ فنصب رواة الحديث من بعده حججا على حجج من الله لحجتي. أي منهما؟ حجتي. هؤلاء أيضا ماذا؟ حجة الرسول على الناس لا حجة الله. ماذا تقول سيدنا؟ هاك الروايات تقول حجج الله حجج الله. الجواب لا محذور في ذلك، بل لا معنى، لا 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 يتنافى. قلت لكم هذا بحث آخر، هذا بحث خلوه في ما أدري دائرة التدقيق والدقة والتأمل والتعمل. البحث الآخر وهو أنه إذا أراد هذا الإنسان الذي هو ولي من قبل الله أو ولي من قبل رسوله أن يعمل ولايته، هل يشترط أن توافق الأمة أو لا يشترط؟ يعني هل يوجد دور للأمة فيها إعمال هذه الولاية أو ماذا؟ أو لا يوجد؟ أي منهم؟ هنا تأتي مسألة البيعة. أنتم تجدون مسألة البيعة بحث ما هو؟ روائي عقلي لقرآن مولانا، قرآني محض، يبايعونك تحت الشجرة، لابد من البيعة، وكانت قاعدة عامة. الأئمة من بعد رسول الله لكي يعمل ولايته هل يشترط على الأمة أن توافق أو لا يشترط؟ كشف المحجة لثمرة المهجة لابن طاووس 664 صفحة مولانا 248 الفصل الخامس والخمسون ومئة. التفت إلى العبارة أعزائي، التفتوا إلى العبارة. وإنما من أمير المؤمنين ده يقول وإنما حقي على هذه الأمة كرجل له حق على قوم إلى أجل معلوم. شوفوا الإمام ماذا يقول بأنه هذا الحق الله شنو؟ لعله الله جعل له هذا الحق، ولعله من؟ رسوله، كما احتمله السيد الإمام. فإن أحسنوا وعجلوا له حقه قبله حامدا، وإن أخروه إلى أجله أخذه غير حامد. وليس يعاب المرء بتأخير حقه، إنما يعاب من أخذ ما ليس له. يعني مو أنا الذي أعاب على تأخير حقي، وإنما يعاب من تقدم علي وليس له الحق في ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلي عهدا فقال يا ابن أبي طالب
لك ولاء أمتي. الولاية سيدي يا رسول الله لك ولاء، يعني الله جعله ولي. أيضا المقطع شنو؟ ساكت عنه، لا يقول أنا جعلت هذا لك لهذا الولاية أو ماذا. الله لك ولاء أمتي، بعد فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمره. والنتيجة وإن اختلفوا عليك شنو مولان ها؟ فدعهم وما في، ما عندك تكليف. إذن للأمة دور أو لا يوجد دور؟ ها؟ إذا قامت بوظيفتها واجب عليها أن تنتخبك وتبايعك، ولكن لا تريد أن تبايعك لأي سبب، قصورا أو تقصيرا، أنت يجب عليك أن تقوم بأمرهم أو سقط عنك التكليف. سقط. هذا ولهذا قلت هاي الأبحاث واقعا جد مهمة، وثم لابد أن يبحث أن هذه البيعة بيعة بنحو مقدمة الوجوب لو بمقدمة شنو؟ واجب، والفرق بينهما كبير جدا. خلونا هسه الآن مو بحثنا ولا محل ابتلاءنا هسه، وإن كان له آثار مهمة جدا هذه الأبحاث أعزائي.